السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عودنا والعود أحمد. هذا الفيديو ديال اليوم عندنا ثلاثة ديال الحلقات غاية في الأهمية سيداتي وسادتي، وبلا ما نطول عليكم الفقرة الأولى غتكون حول الرد ديال عمر هلال على مجيد حشاكم. ثم البرلمان العربي يرفض التدخل في شؤون المغرب. أما الخارجية الفرنسية ترد على تصريح أخ النوش بخصوص الصحراء المغربية، وإلى التفاصيل. أسد من أسود الدبلوماسية المغربية السيد عمر هلال رد على مجيدو حشاكم. ملي مجيدو الصوتة غير اللي ما عارفش باش يعرف علاش كنهضروا بالضبط، ملي قال الأمر متروك للصحراويين ليقرروا سواء كان ينبغي أن يكونوا مغاربة أو موريطانيين، على أي حال لن يكونوا جزائريين. عمر هلال رد عليه وقال ليه، وسمعوا الرد المفحم ديال أسد من أسود المملكة المغربية، قال ليه: لن يعود إلى أرض الوطن إلا من كان مسجلا في لوائح إحصاء الإدارة الإسبانية لسنة ماذا؟ 1974، غير اللي كان مسجل العام اللي تزاديت فيه أنا 1974، وكان مسجل في اللوائح آنذاك، وأن منهم غير ذلك فهم مواطنون ماذا؟ جزائريون، يعني كينتسبوا إلى بني كرغول حسب منظور القانون الدولي، يقول عمر هلال. فعمر هلال جاء وضرب ليه بكرة. لا، ما عمرهم يكونوا جزائريين، يكونوا إما مغاربة ولا موريطانيين. واخويا انتم جايبينهم من تشاد وموريطانيا ونيجيريا والغابون ومن تما من الجزائر، يعني من تما من هنا هذيك اللي مسالي وزيدوا كملوا، العالم راه عارف غير كيغمض عينيه. علاش هذا التخربيق هذا؟ قال لهم داك العضو ديال البرلمان الاوروبي، قال لهم انتم كتحابيوا الجزائر من اجل الغاز، من اجل البترول، وكتدخلوا في القضاء المغربي وتدخلوا في السيادة المغربية. كاع نتوما صحابين الرشاوي الحقيقيين، أما المغرب عنده سيادة، واش نتوما مشيتوا شفتوا الضحايا ديال هادو اللي كتهضروا عليهم اللي قلتوا في الحبس؟ نتوما مشيتوا دخلتوا وحققتوا؟ نتوما أحسن من الشرطة القضائية والقضاء المغربي؟ وقال لهم وسمعتون هذاك الضحية اللي هو زومح بحالكم، هكا قالها لهم والمقطع راه كاين. لألوغ سلا سينيفيغي كو نو بارلون إيسي دو لالجيري. Or la gauche européenne ne condamne jamais l'Algérie et l'Union européenne lui passe tout en espérant son gaz. À la place, nous débattons du Maroc. على كل حال، على هذا الموضوع هذا واللي هو يعني طار بزاف ديال المغاربة، كيفاش على الغاز هادو يعني من اللي ما بيتسموا، على شوية كنت غنقول بني كلبون وانا نتراجع. رد عليهم البرلمان العربي، البرلمان العربي يرفض التدخل في شؤون المغرب. اشنو قال البرلمان العربي؟ وهادشي غير اليوم الحد دار واحد البيان في الختام ديال الجلسة العادية الثالثة من الفصل التشريعي الثالث، قال على أنه كيسجل وباستياء كبير استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية ذات سيادة مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات التقييم الأممية عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان، هادو أمنيستي وهيومن ووتش رايت، اللي هما دائما يعني باطرين الخريطة ديال المغرب، مع أنهم كيشوفوا الواقع ديال وكيديروا الصحراء الغربية. باش نفهموا، كاين شي شبه خوانة أو خوانة نقولها هكا، وراه كيسمعوا الفيديوهات ديالي شي وحدين وأنا كنقولها لهم من هنا، هادوك اللي مع أمنيستي وكيدعيوا الوطنية، والله ما أنتم إلا ماذا؟ أفراخ الاستعمار، أحفاد الخوانة. واسمعوها مني مزيان، كان راهم والله إلا كيسمعوني ومتبعيني، أنتم اللي مع أمنيستي وأمنيستي مقطع الصحراء وكتقولوا على أننا وأننا وديك التفلسف الخاوي. المهم كيقول البرلمان العربي على أن هادشي ديال حقوق الإنسان
مجرد ادعاءات باطلة تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وهناك تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه أبدا. التحيز اللي كيديروا هاد الكبار ديال هاد، اما حنا دايرين بعض البيادق اللي هادوك غير مساكن هكاك، فهمتي، فحال هادوك اتباع المسيح الدجال، فهمتيني ولا لا؟ فكيجيو وكيتلاقاو مع المسؤولين ديال الجزائر وديال شي بلايص اخرين بحال جنوب افريقيا مثلا، لان جنوب افريقيا كتظن على انها هي القوه الضاربه في افريقيا، وعلى ان هي، وكتشوف المغرب اكتسح الجميع، والمغرب اثبت للعالم، ما محتاجش يثبت لكم انتوما المحسدين والمغيارين، العالم اثبت على انه دوله كتسمع موروكو، واو سير، ها هو كاس العالم، اشهر دوله شهرات، واللي الناس يعني ملي كيسمعوا اسم المغرب هذا راه حقيقه، واللي ما بغاش يتيقها له لا يتيقها. عندنا نقائص نعم، حنا غاديين في طور الاصلاح نعم. المهم البرلمان العربي شدد على رفض كل التدخلات الخارجيه والحملات الممنهجه التي تستهدف الدول العربيه تحت غطاء حقوق الانسان، وطالب البرلمان الاوروبي بالتوقف الفوري عن ممارسه الوصايه على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، والتحري حول صحة المعلومات. ماشي جيبها فميك انت يقاوري، تاش دخلك انت، انت عارف شنو كيوقع في وسط المغرب والمساطير والشرطة القضائية والتحقيق، واش انت عارف على انه شي وحدين كاينين في الحبس، ها بحال اللي وقع راهو خاطر، انت ما عارفينش راه كاينين شي وحدين اللي هما ضد الامن القومي ديال البلاد، مشروع انفصاليين، وكيديروا بزاف ديال الحوايج ظنا منهم على ان النظام لا، يعني وما كيامنوش هما بالقانون كاع في الواقع ديال نفوسهم في الداخل، ولو ادعوا عكس ذلك في الظاهر ديالهم. واللي بغى يفهمني يفهمني عاود، شي وحدين عندهم قنوات، شي وحدين كيطلعوا كيقول لك انا صحفي وانا ما نعرف شنو انا، فوالله العظيم الى القول فرصه الا حتى يخربوا البلاد قبل اولئك الذين على بالكم. البرلمان العربي كيهضر مع البرلمان الاوروبي، اذا كيقول لهم خصكم تحراوا بصحه المعلومات وتشوفوا الادعاءات اللي كتوصلكم من افراد ومنظمات غير محايده وغير نزيهه ترتبط بجهات خفيه ومكشوفه. انا سمعت غير البارح الاخو، عندي جوج ديال النقط مهمه غنهضر غنعلق على هاد. البارح وانا كنتفرج واحد القناه ديال كلاب القرنة، عرفتوا كلاب القرنة هادوك اللي هما مغاربه وباعوا راسهم للجزائر وكيديروا لايفات بلا ما ندير لهم الاشهار سميتهم ولا قناتهم، وفيهم واحد الحمق راه عنده شي كدا و70 عام ودير راسه هو الزعيم ديال الجمهوريه المغربيه، تموت هي بالضحك الا سمعتي، هي السب يعني في الذات الالهيه، ربما راه عرفته، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ربما راه عرفته واحد حمق هبيل يعني من دوك النوع اللي هيبي هكا، يعني واحد زايد على الكره الارضيه، وكيهضر البارح وقال لك انا كراسل، قال لك منهم هاد المنظمات هادو اللي كيتسموا حقوقيه والامم المتحده، هنا هادي هي مثلا كيجيو حماق هبال مسترزقين ديال مع الجزائر، مسترزقين مع اعداء الوطن، كتلقاهم هما في الدم ديالهم هكاك، هما من كلاب اهل النار، وحنا كنسميهم كلاب القرنة هنايا، فهمتوا يعني الخوارج. قال لي كنكتبوا، اذا هادو اللي كيبقاو يكتبون هاد المنظمات هما كيغتنموا الفرصه للمنظمات وكيستعملوهم باش كيجيو يضربوا المغرب، كيحاولوا يضربوا المغرب. اما المغرب ان شاء الله واقف بملكه وبمواليه اللي هما كلهم وراء جلاله الملك، كلهم قلبا وقالبا وراء ملكهم ومع مؤسساتهم. اذا شنو كيديروا؟ تصور معايا، نعطيكم هي مثال بسيط كاع، تصور معايا واش هاد السلطانه ها وكمل عليها داك السميه وبلا ما ديروا او ديروا الرا في الوسط، ها واش هذه حقوقيه دخلت عليكم بالله والنبي؟ ما يمكنش ابدا ابدا، فين ما كانت شي مصنانه ولا شي مصنان، فين ما كان شي واحد من بلا ما نقول كنت غنقول 20 فبراير ولا اللي كانوا كينتظروا غير الفرصه امتى، ها يجي يقول لك انا حقوقي، انا صحفي، انا ما نعرف شنو انا. حنا الحمد لله كنقول اننا فقنا وعقنا واننا ممسيرين من حتى شي جهه، وكنحاولوا ما امكن نفيقوا الناس اللي مازال مثلا في المنطقه الرماديه. اما انتم مشاهدينا الكرام كنظن انكم متفقين معايا على هذا الشيء اللي كنقول، وقولوا لي الله يخليكم اذا كان شي تصويب ارجو التصويب. مساله اخرى قبل ما نمشي، مساله اخرى اللي هي مهمه، واش الجزائر، انا ملي كنقول اخجل مكانهم غتقولوا لي علاش؟
نقول لكم شوف دابا البرلمان العربي كل الدول العربية كل العرب مع المغرب قلبا وقالبا في قضية الصحراء المغربية، إلا وهنا كنقولوا مجتمعات أمتي على ضلالة، وهنا كنقولوا ما كيخرج من الجماعة غير الشيطان، وهنا كنقولوا هكذا يكون جار السوء. عرفت شنو هي تكون مجاور مع واحد الإنسان وتسيء له منذ سنوات طوال ولا زلت، وهذا هو الديدان ديالك. عرفت شنو هو ما معنى الجار؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليه وقال أوصاني خليلي جبريل على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. تصوروا معايا، ولكن كما كنقول إنهم قوم لا يحشمون ولا يمرقون. وفي نفس الوقت كما تعلمون جميعا محمد الخامس دافع عليهم في الأمم المتحدة، ما خلينا ما درنا عليهم ملكا وشعبان، والحسن الثاني وتعاوننا معهم، حنا جبنا لهم ما يسمى هذا بالاستقلال. فهضرنا في هذا الموضوع شحال من مرة، ومع ذلك أنتم كتشوفوا وتشهدون اللي شافوها نتاعهم واللي سمعوا بها عندهم فيها النص. هذا ماهوش جوار، هذا ماهوش اللي يحوس علينا يلقانا سلوكي وشاش نطروف. هنا عاود كنستحضروا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد. فولهذا نحن نعيش التمرد، وهذه حالة سبحان الله العظيم. أنا والله لا أدري علاش كاينة في كثير من بني البشر. كل ما بديتي لهم يد المساعدة ويد العون، وكل ما تعاونتي معاهم، وكل ما بغيتي لهم الخير، كل ما هما يتمردون عليك حسدا من عند أنفسهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أهيب بالمغاربة لمواصلة التحدي بقيم الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما المغرب والمغاربة إلى جانبهم في كل الظروف والأحوال. إذن فرض المغرب راسه كقوة إقليمية في المنطقة، هذه لا غبار عليها، ولا كيزعج العقل الاستعماري والباحثي على الهوية، هذا عاود كذلك هذه مسألة لا غبار عليها. ولهذا كتلقاهم دائما كيخرجوا بإدانة جديدة معينة ضد المغرب، ها البيغاسوس، ها ما نعرف شنو، ها هذه. علاش باغين باش يسيئوا لسمعة دولة مازال هما كيحسبوها كمستعمرة، دولة اللي هي المملكة المغربية اللي وقفت لهم وجها لوجه وقالت لهم خرجوا من المنطقة الرمادية، دولة اللي كانت تابعة لهم واحد الوقت كما كانت تابعة لها يعني أغلب الدول، إن لم أقول كل الدول تقريبا كانت تابعة لهم، وكانوا كيديروا نفس الشكل. يعني كنقصد الدول الأوروبية هادو اللي كيقلبوا دائما على تهمة من تهم وإدانة من الإدانات للمملكة المغربية، زعما باش اللي يوليها يديها. والخلاصة شنو هو؟ هو البترول الجزائري. مستفدين كأفراد ومستفدين كدول وكمنظمات، لأن الجزائر كتعطي كل شيء، كتحرم الشعب الجزائري بعده. إذن تركيا مثلا، تركيا راه نفس الشكل كانوا كيديروا معها، ولكن فرضات نفسها أن أرسها. تركيا كانوا كيديروا معها نفس الشغل، تركيا كانوا دائما كيزيروا معها من هنا من له وخدمات وتاقت في نفسها. والناس يعني كيف كنقول الأتراك، أنا ما تركيا مشيت لها عدة مرات، ولكن كيبقوا على أن أكثر ناس في الوطنية هما المغاربة، وتركيا ربما هي الثانية ولا الثالثة عالميا. فتركيا أشنو كقوة إقليمية ماشي غير هكاك، لا فرضوا راسهم بالزز رغم كيد الكائدين. إذن هاد الناس هادو عندهم عقدة من الإمبراطورية المغربية والإمبراطورية العثمانية، عندهم عقدة من كل يعني دولة عربية مسلمة باش تكون هكا كبيرة، وباش تكون يعني كتوقف ند للند مع هؤلاء أصحاب المصالح اللي هم لا يهمهم أي شيء، لأن جينا نهضروا على حقوق الإنسان. وما ها العراق من النبي بعيد، قال لك سميته الكيماوي ملكي، وفي الاخر قال لك هاي توز ميستيك ان ذا اند اوف ذا داي، قال لك كل كان غير خطا، قال لك يعني معلومه غلطه. اي وهذا الشيء اللي وقع كامل دابا كان ها لما على من غنحسبوه بمعنى حقوق الانسان بلا ما تعولوا اللي بغى يكذب على راسه. على كل حال غنمشيو الخارجيه الفرنسيه. الخارجية الفرنسية ترد على تصريح أخ النوش وتكشف على موقفها من مغربية الصحراء. عزيز أخ النوش باش نبداو الحكاية من البداية، واللي ما فهمش يفهم الله يجزيكم بخير، طالب في واحد الحوار كان داروا مع لوبينيون الفرنسية، وقال لهم
راه فرنسا خصها تخرج من المنطقه الرماديه، وراه حنا راه ما مكتفيينش بهذا الشيء اللي كنشوفوا. دابا فرنسا كتلعب علينا دور المراقب في شان قضيه الصحراء المغربيه. راه حان الوقت، هذا عزيز اخنوش قالها لهم، حان الوقت للخروج من هذه الوضعيه لوجود تطورات كبيره في قضيه الصحراء. ومن بعد ما اعترفت القوى العظمى بسياده المغرب على الاقاليم الجنوبيه، فالعلاقه الاقتصاديه ما بيننا وما بين فرنسا غادا تتطور اكثر اذا خرجتوا من المنطقه الرماديه. واتفاق الشراكه ما بين المغرب والاتحاد الاوروبي كيحتاج واحد الديناميه جديده، كيحتاج واحد القوه، قوه دفع جديده، والى ثقه متبادله. هكا قال بالضبط، ثقة متبادلة. والثقة المتبادلة ما يمكنش تكون وحنا ولا انتوما في المنطقة الرمادية، لابد من الوضوح. وهذا الشيء قالوا جلالة الملك في الأصل. ردت الخارجية الفرنسية اليوم على التصريحات وقالت، يعني على خلفية مطالبة أخ النوش بالخروج من المنطقة الرمادية، زعما بغات تبين الموقف ديالها، وقالت المغرب يعرف جيدا موقف فرنسا من الصحراء. مزيان، مزيان، المغرب يعرف جيدا موقف فرنسا من الصحراء. واش اخر؟ موقف فرنسا ثابت في هذه القضيه. مزيان، ثابت. شنو هو اللي ثابت؟ وضحوا لنا اكثر باش نعرفوا. بحال ما كيزولوش هي كاينه، شنو اللي كاين؟ الله اعلم. باتريس باولي واللي هو مكلف بالتواصل باللغه العربيه في وزاره الخارجيه ديال فرنسا دار حوار مع فرونس 24، هادشي عفوا البارح في الليل، البارح في الليل ماشي اليوم، باش دار هذا الحوار. قال وزيرة الخارجية الفرنسية في آخر زيارة لها للمغرب وضحت في المؤتمر الصحفي اللي تلاقات فيه مع ناصر بوريطة، وقالت أن فرنسا لديها موقف حاسم وثابت من المبادرة المغربية للحكم الذاتي. واو، موقف ثابت وحاسم من المبادرة، من مبادرة الحكم الذاتي. تل هنا مزيان، واش اخر؟ والحكم الذاتي قال كيقول راه كيشكل واحد القاعده جديه عندها مصداقيه باش يتلقى واحد الحل متفق عليه. اذا الحل متفق عليه مازال ما كاين، حتى شكون هادو اللي غادي يلقاوه؟ شكون؟ شفتوا المنطقه الرماديه كي كتكون؟ المهم قال بالله راه باريس وعلى أساس موقفها الذي عبرت عنه أكثر من مرة، سمعوا أكثر من مرة بمعنى راه كنوضحون عاودوا، يعني فحال حنا اللي ما بغيناش نفهموا. هذه اللي مهمة بزاف اللي بغيتكم تردوا ليها البال وتقولوا الرأي ديالكم فيها. هكا قال باريس تؤيد عودة المفاوضات بين الأطراف المعنية حتى تصل إلى حل عادل وواقعي. والله تنعودها حيت كاين اللي خصو يستوعبها مزيان. فرنسا ولا باريس قال لك تؤيد عودة المفاوضات، بمعنى المغاربة مع البوليزاريو وربما حتى مع هادوك ديال ولاد حاشاكم اللي ما بيتسموا، واخا تؤيد عودة المفاوضات بين الأطراف المعنية التي أو حتى تصل إلى حل عادل وواقعي، بمعنى الحكم الذاتي ماشي عادل وواقعي. زيد كمل قال لك وما بغيتش نقول لكم على امتى غتكون الزياره ديال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمغرب. ايوا هو غيجي هاد ايمانويل ماكرون، وحنا كنعرفوا هو الهم ديالو هو بطبيعه الحال غيقول لك انا كنقلب على المصلحه ديال بلادي. هو ياخذ من عند دوك الهبال، يعني من عند دوك الموالين اللي دايرين ليكوش، ياخذ ليهم ما استطاع من الغاز كما كدير دول اوروبيه اخرى، ياخذ. هذا هو الدور ديالو، فهو ما كيهموش، غادي يبقى دائما في هذه المنطقه الرماديه. واخا غيجي كاع غيقول لنا هادشي اللي قال ديال هذا ديال وزاره الخارجيه، حنا هادي مزيان، هاد ديال الحكم الذاتي هي مزيان، ومن بعد حنا مع باش تجلسوا زعما معاهم وتحاوروا معاهم ونتفاوضوا معاهم. مع من غنهضروا؟ مع من غادي نهضروا؟ حنا كنعرفوا الصحراويين كاينه في الصحراء، والصحراء في مغربها. واش نهضروا مع التشاديين؟ واش نهضروا مع الكراغله اللي اصلا راه كتشوف يعني على لسان كبرائهم كيقول لك حنا ما عندناش دخل، حنا ما عندناش دخل، حنا غير مراقبين. اييه، وشويه اش قال مجيدو حاشاكم غير يومين هذه؟ قال لك لن نتخلى على قضيه الصحراء مهما كلف الثمن. يلا شو يلا، واش فهمتوا ولا لا؟ بمعنى ديك الهضره حنا لا 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 لا، راه ما كاينش حاجه سميتها البوليزاريو، كاينه فصيل في الجيش الجزائري كيستعملوه
وكاين ناس في المخيمات كيستعملوهم من اجل الاسترزاق ومن اجل يعني راه حنا راه عندنا كيسميوهم الشعب الصحراوي. اما حنا عندنا الشعب المغربي فيه صحراوه وغيرهم وغيرهم. وانا كيهضروا معايا البارح ملي حطيت الرقم ديال الهاتف البارح والله العظيم الا المئات المئات اللي هذه زعما راه طلبوا الله السلامه والعافيه ديال الاتصالات هير يعني من البارح في الليل كاع لدابا. ومنهم بزاف اللي كيقول لك خويا الياس انا من الصحراء انا من هنا انا من هنا كاع من الاقاليم الجنوبيه كيتواصلوا معايا الناس الصحراوه اللي كياكدوا على البيعه ديالهم لولي الامر امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس نصره الله وكياكدوا على ان احنا اش كيقولوا هاد الحماق كيحسبوا هادو كيهب والله العظيم كيقولوا لي اش هاد الحماق هاد المحسدين اش كيقولوا الصحراء حنا فيها والحمد لله بخير وعلى خير والتطور والتنميه غاديه وزايده للقدام. وهذه المساله لا ينكرها الا جاحد. شكون اللي كينكروها غير هذوك اللي جيت هك وكلاب القرنه كلاب القرنه هذوك راه عرفتوهم. ويا الله الله يخليكم كاع اللي كيسمعوني واش ماشي مهزله باش نقولوا حنا الشعب الصحراوي ها هو هذا الرخيص هذا اللي هذا اغلى لاعب في افريقيا اللي كلف الجزائر تقريبا يعني ما بين 500 و700 مليار ديال الاورو. هذا هذا برهومتي هذا قال لك سيدي ولا راه صوتوا عليه العهده الثالثه اش كيدير الله اعلم. العهده الثالثه شحال صوتوا عليه ديال الناس 1800 وهذا الكلام ماشي ديالنا هذا كلام ديال الصحافه الاسبانيه حتى هي 1800 الناس هما اللي صوتوا عليه. واش كاينه شي جمهوريه واش كاينه شي شعب اللي فيها 1800 هما اللي كيصوتوا 1800 راه جمعهم انا من الحومه نبدا من عند مول الحانوت حتى مول البيار ونجمع لك 1800 دخلت عليكم بالله واش ماشي هذه حجره في الصباط وباغيين ما امكن كيشغلونا وكيشغلوا المغرب على الانجازات اللي غادي فيها وعلى التقدم اللي غادي فيه. ها قال لك العهده الثالثه واش دخلت عليكم بالله واش كاين شي واحد اللي واخا انا مع تشديد العقوبات وانما هناك سياسه جنائيه ربما انا ما كنفهمش شي مسائل كاين شي وحدين اللي كيزيغ عليهم الحال شي وحدين فراده اللي كيزيغ عليهم الحال هكا وحنا كذا من البوليزاريو من هنا وكيبداو يخرجوا هاد اللي فحال هذيك سلطانه وفحال هذيك امينه وحيدر. فانا كنقول هادو مادام كيحملوا الاوراق المغربيه خاص تشديد العقوبات والقضاء يقول الكلمه ديالو يعني النيابه العامه الشرطه القضائيه يعني القضاء يقول الكلمه ديالو لان حنا ذو سياده ما نتسوقوش خليه الاتحاد الاوروبي راه غيهضروا وكان داكشي كيف ما بغى يكون غيهضروا لانهم هما راه هضرنا قبيله شنو هو الاهداف ديالهم شنو هي راه هضرنا عليها. راه حنا كامبراطوريه مغربيه عباد الله كنا راه خايفين نسترجعوا الصحراء الشرقيه وثم نرجعوا امبراطوريه كما كنا. الخريطه واش ما شفتوهاش الخريطه غير ديال 1830 في الوقت اللي كانت يعني هادوك اللي قدامنا اللي وها الوثيقه بغيتو تشوفوا الوثيقه ديال تركيا ماشي تخلات لفرنسا ولا فرنسا اللي جات ودفعتها دفعا باش تخرج يعني من لا باعت ليها الارض باعت ليها ما يسمى بالتزاير تباعت وما كانت كاع سميتها شي تباعت هكا لفرنسا وهذه هي الوثيقه. ايوا من بعد فرنسا ملي شدات هذيك الارض كانت عندها قوة استعمارية راكم كتعرفوا وبدات كتقتطع. إذا خايفين هما باش نسترجعوا حنا الأراضي ديالنا ولهذا طبعا غلقوا صعوبات وإنما ما ضاع حق وراءه مطالب أو ما ضاع حق وراءه طالب لأن ذاك النهار قال لي شي وحدين في التعاليق أكثر من واحد ما ضاع حق وراءه مطالب ماشي طالب وطالب علم طالب أرض طالب حق. فكيف كيف أخوتي الله يخليكم وكنشكركم طبعا وخا كتحاولوا يعني شي بعض الناس كيحاولوا يصححوا شي حوايج ولكن لا بأس فنحن نصحح لبعضنا البعض ما الناس لبعضها. إذن الإخوة والأخوات كنظن أنني وضحت ما استطعت في المستجدات ديال اليوم. هضرنا على البرلمان العربي وهضرنا على الاتحاد الأوروبي وهضرنا على صندالستان. إذن كان معكم إلياس حبيب الجماهير وصديق الملايين. نتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم وحتى الله فيديو ديال غدا إن شاء الله دوزوا بخير. إلى اللقاء.